كلمتان بينهما ارتباط وطيد في الثورة الليبية. كان هذا الارتباط حاضرا من خلال الفنان محمد بن لامين الذي اعتقل يوم 16 من فبراير من السنة الماضية، وكانت زنزانته إضافة إلى سقيفته التي اعتقل منها خير دليل وشاهد على هذا الارتباط. في كل الثورة كان هنالك ارتباط وطيد بين الفن والثورة، وسقيفة الفنان محمد بن لامين ارتبط فيها الفن التشكيلي بالثورة الليبية. ففي يوم 16 من فبراير في السنة الماضية ومن هذه السقيفة تحديدا اعتقل هذا الفنان من قبل قوات الأمن الداخلي بمصراتة مع أخيه الكاتب والأديب الحبيب الأمين، وقاموا باقتيادهم إلى طرابلس حيث يتواجد قادة أمن النظام السابق. طبعا كانوا قاموا بالتحقيق، هم من كبار الضباط في السكة، وكان فريق يعني كبير من الضباط يتناوب في التحقيق ويتداخلوا، وتم أخذنا إلى الساعة الرابعة أنا وأخوي الحبيب بعد ما تم وضع الأغلال في ايدينا، وأخذنا في سيارة اللي هي زنزانة متنقلة، وأخذنا إلى مركز الدريبي للمكافحة، وكان في عناصر الأمن الداخلي غادي. كرد فعل استباقي لثورة الليبية المعلنة، إجراءات اتخذها نظام القذافي المنهار ضد المفكرين والفنانين والكتاب الليبيين الذين تنادوا وحرضوا على الثورة، حيث قام باعتقال العديد منهم وكان هذا الفنان من بينهم. لأن الثورة هذه كانت معلنة، فهم يعني تربصوا بكل النشطاء وبكل من له يعني يتوقع منه أن يكون نشط في هذه الثورة أو له دور في المناداة لها أو الانضمام لأخوان الليبيين كلهم اللي نادوا بثورة 17 فبراير، خاصة في البداية من خلال صفحات الفيسبوك والمجموعات المعلنة لدعم الثورة والمناداة بالانتفاضة ويوم الغضب. فتعتبر طبعا هذه الوضعية اللي كانت عليها الثورة وإعلانها بوقت معين جعلت النظام طبعا يكون يعني في غاية التوتر، ويحاول أن يسجل ضربة استباقية من خلال حجم الاعتقالات في الأيام الأولى واللي سبقت 17 فبراير. هذه الزنزانات تحمل العديد من القصص الحزينة، وقصة الفنان التشكيلي محمد بن لامين هي أحداها، ولكن توجد عديد القصص التي تحملها هذه الجدران لا زلنا لا نعلمها. لقناة ليبيا الأحرار، عبد الوهاب ليطان، طرابلس. كباقي بلدان العالم انتشر اليوم على جوانب الشوارع الرئيسية في العاصمة طرابلس بعث باقات الورود الحمراء للاحتفال.